ايش يشيلوا الاسنان؟ زرادية صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلطان وسولي جيمر، ورجعت لكم في الحلقة، تقريبا الحلقة الأخيرة، بما أنه الحلقة الثالثة سجلنا فيها عمليتين جراحة اللي هي المخ والعين. الآن عندنا عملية الأسنان، وأعتقد أني يا أبدل أسنانه يا أشل أسنانه نهائي، وهي آخر عملية في اللعبة هذه، وقريبة بتنزل تحديث أو إصدار جديد للعبة، إذا نزلت بإذن الله راح أسجلها لكم. وقبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إذا ما أنتم مشتركين. خلونا نبدأ. وقبل لا نبدأ أي شيء لازم نتفقد الأشياء اللي حولنا. أنا شايف هنا أنه في أسنان، وطبعا في كل كتابة ما هي واضحة، أعتقد الضروس، الأنياب، الأشياء اللي زي كده. وعندنا هنا الأشياء حقت الأسنان زي ما أنتم شايفين، المراية وهذه اللي تشيل الحشوات، الزبدة، أمور يعني الله يبعدنا ويبعدكم عنها للأمانة. يعني ما شاء الله تبارك الله، المرة هذه الطاولة كبيرة، وهنا حاطين محلول دم، بالعادة ما هم حاطين محلول دم، لكن أنا عارف أني كالعادة أنا قد العملية هذه، فأموري طيبة إن شاء الله، راح أسوي كل المطلوب. وكالعادة لازم أول حاجة أفك هذا، طبعا ما أقدر أفكه كده، لازم أقطعه وأخذ لي شوية نزيف فيه من وراء القطع. طيب فين هذا؟ شوفوا فين حاطينها. أوكي، شلت أنا شيء؟ ما شلت شيء. خلوني أشيل بالأصبعين هذه، لا مو كلها. طيب أوكي مو مشكلة، كلها نكبها هنا في مجال. نمسك العلبة هذه وننزل الأغراض هنا، نرمي هذه. طيب هناخذ هذه الآن، لا مو الدرل، الدرل هذا حيجيب العيد فينا كالعادة، بس خلوه ورا إن شاء الله ما يروح للمريض الدرل. خلوني آخذ هذه عشان أقطع، ما في مجال. طيب نبعد القلم كده، ماني قادر آخذ الأغراض، ماني قادر. أيوه أنا ما أحسه ثابت، صحيح ما كان ثابت وطاح. طيب تمام، بس المسكة غلط، لازم أحطه عليه هنا وأمسكه بطريقة صح. ما عليكم أن تحطوا على المريض، بس أهم شيء أنكم، أعتذر منك المريض، أنا قاعد أستخدمك كوسيلة يا حبيبي. فك أقطع هذا، ما يبغى ينقطع. أنا لازم كل عملية تتعبوني زي كذا. اوكي جاله نزيف، جاله نزيف، والله حنتعب موضوع الكركبة اللي حنا فيها. غلطتي يوم مسكت الدرل، انا خايف الدرل ينهي. بما اننا في البداية خلونا نعيد، عشان انا ماني مستأمن الدرل هذا ايش ممكن يسوي. طيب نحاول انه الاغراض هذه، لا الاغراض هذه نحتاجها، نحطها هنا. ايوه نرمي هذا هناك. طيب لو اقدر اشيل السكينة هذه اكون من الشاكرين. برضو لسه ما اقدر. اوكي طيب انا احتاج اني اقطع هذه. اوكي فكيت اللي هنا، باقي اللي من الناحية الثانية. من الناحية الثانية حتتعبني. حنبدأ نشوف الان ايش فيه من اسنان الله يستر عنده. نقول بسم الله لا إله إلا الله. زي ما انتم شايفين الأسنان المسوسة يبغالنا نشيلها. هنا دخل صباعي. طيب تقدر تنزل وجهك هنا، أشوف، أبغى أشوف عن كثف. أوكي عنده 1 2 3، عنده 3. طيب بإيش يشيلوا الأسنان؟ بزرادية صح؟ طيب هذا كل الأشياء هنا أنا ما أبغاها، ما في زرادية، حنا نشيلها بإيش؟ بالمطرقة الصغيرة.
انا خايف اطيح له كل اسنانه، لكن نجرب. ايوه طيحنا اول واحد، اوكي طيحنا الثاني، بقى واحد. اوه طيحت له اسنان، مو لازم تطيح، مو مشكله مو مشكله، اهم شيء طيحت السن اللي انا ابغاه. يفقد المريض سن او سنين وقت اجراء العمليه، فهذا شيء طبيعي. شوف كذا، تعال كذا، شوف شوفها جوا جوا، هناك جوا في اثنين طاحوا، هذا واحد برا، مو مشكله. ماني عارف بعدين ايش المفترض اني اسوي. اشوف شلت لك كلها، اوكي ابدا الان احط له مكان المسوسه. لا العمليه بسيطه، بس خلوني اشيل هذه من هنا. في نزيف توي انتبه، نزيف بسيط، اوكي نزيف وقت. طيب لا تقول لي الاسنان كلها، شوف ما ادري شكل الاسنان كلها اللي اشيلها، لكن لا خلوني اتاكد. ايه علينا من هذا، خلوني اشوف ايش فيه اسنان هنا. هذا الخربانه ولا كويسه؟ ما ادري. اوكي ابى افتح الثالث هذا عشان اعرف ايش نوع الاسنان اللي هنا. اي اوكي خلوني اشيل هذه نهائي لانها مره مزعجه، فخلاص. هذا ايش فيه؟ اغراض، ملقاط وما ملقاط. طيب اوكي حطه هنا، خلوني افتح هذه. انا بخلعها بصراحة عشان تكون قدامي الاسنان واضحة بحيث اني اقدر اشوف. لا لا رميت نص الاسنان، هي مو اسنانه كلها اعتقد. طب كيف انا اقدر اشيل السن من دون اي مشاكل بالملقاط؟ والله اني ما ادري، بس الملقاط ما يشيل، ما يشيل الملقاط. شوفوا الملقاط ما يشيل ابدا، ما يشيل. اوه الا يشيل المقاط، يشيل. اوكي هذا فين اركبه؟ مو فوق؟ اوكي ركبته تحت، مع انه مو مكانه صح. شوف يلا السن سن هذا، خليني اخذ من هذه من هنا، احتاج اخذ من اسنان هذه، اركب له اياها فوق. ما اعرف السن وين راح. اه هذا هو السن، طاح برا. معليش المريض مو متجاوب معايا للاسف. ايوه ميل كذا عشان اعرف احط لك السن. اخذته، اي ركبت السن. شوف ركبته حلو. ناخذ من نفس الاسنان هذه. لا طاح جوا فمه، ما هو مشكله. ناخذ له نب، ناخذ ناب نركب له بدل اللي راح. الناب طاح جوا فمه كمان، الاسنان كلها جوا فمه. انا لازم امسك الملقاط بطريقه صحيحه، الملقاط انا ماسكه بطريقه غير صحيحه، عشان كذا ماني قادر اشتغل. السن هذا ما يبي يركب. شوف السن اللي ما يركب معناته مو من الاسنان المطلوبه، سيبوا الاسنان اللي جوا فمه هذه بعدين تطلع هي لحالها. لا لا الملقاط، فكيت الملقاط بالغلط، فكيت الملقاط بالغلط. ما توقعت عملية الأسنان سهلة كذا يعني، توقعتها صعبة. لكن خلونا ندور له الحين السن المناسب، لكن خلوني أمسك الملقاط كويس، لأن بصراحة أنا تعبت من مسكة الملقاط. خلوني أمسك الملقاط بشكل كامل. وما في ملقاط غيره؟ ما اعتقد انه عندي اي ملقاط. اوكي نحاول نمسك الملقاط بشكل احترافي. انا هذه بس لو اشيلها هناك لان ماني شايف كويس، لكن اعتقد ايوه ركبنا له الضرس، ركبنا له الضرس مكان القواطع. يعني ما شاء الله بصراحه اسنانك مره بطلة، ما هو مشكله، المهم انه ركبت لك اسنان، احمد ربك. حليناها واخذنا ايه؟ ركبنا له اسنان بكل سهولة. ما في اسهل من كذا، عملية الاسنان كذا يعني بالنسبة لنا. لهنا وصلنا نهاية لعبة سيرجن الجراح المحترف، فأتمنى ان الحلقات السابقة كلها عجبتكم،
وكالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة اللي مو مشترك. نشوفكم ان شاء الله في الجزء الجديد. السلام عليكم.